بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. درس اليوم وهو الفرق ما بين الشرايين والوريد والشعيرات الدموية. Les artères, les veines et les capillaires sanguins. كذلك رايحين نتحدثوا على أنواع سحب الدم. وكذلك رايحين نتحدثوا على في حالة ما يكون كاين خطأ من طرف الممرض أو الطالب ماذا نفعل؟ رايحين نبدو درك كما في السبورة رايحين نبدو بالشرايين رايحين نبدو بليزارتير ليزارتير وهم الشرايين لو رول دو 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 زارتير الشرايين وهو نقل الدم من القلب من الكور إلى الأعضاء إلى كامل الجسم مملوء بالأكسجين يعني الشرايين ولا الأرتير هذوما رايحين ينقلوا لنا الدم من القلب إلى الأعضاء إلى كامل الجسم مملوء بالأكسجين هذا مملوء بالأكسجين ثانيا رايحين نتحدثوا على الوريد الوريد وهو ليفان ليفان رايح يرجع لنا الدم هذاك اللي هبط لكامل الجسم مملوء بالاكسجين رايح يرجع للقلب مملوء بالCO2 عن طريق الوريد يعني الشرايين رايح الدم يخرج من القلب من القلب من الكور الى كامل الجسم مملوء بالاكسجين ورايح يرجع عن طريق الوريد ليفان الى الكور مملوء بالCO2 الدم الفاسد هذوما الزوز رايحين نسموهم لا غروند سيركولاسيون الدوره الدمويه الكبرى اما لي كابيلير سانغان وهما الشعيرات الدمويه وهما دي ريزو مملوئين وهما عروق صغار خلص مملوئين متشاركين فيهم لي زارتير اي لي فان هذوما الشعيرات الدمويه نلقوهم جينيرالمون في لي بولب دو دوا هنا ونلقوهم في لو لوب دوري رايحين درك رايحين نهضروا على ديفيرونت سورت نتاع البريلافمون دو سون يعني تاع سحب الدم انواع الطرق تاع سحب الدم كيما الشرايين هنا الشرايين او لي زارتير جينيرالمون سي لو ميديسان لهنا لو بنيمولوج ولا ريماتور يقدر ينحي البريلافمون دو سون عن طريق الشرايين هنا سواء في الارتير راديال ولا ايميرال ولا فيميرال سا ديبون منين ينحي سي لو ميديسان وحده اللي يقدر ينحي بريلافمون دو سون عن طريق الشرايين عن طريق لي زارتير سي ان اكت ميديكال علاش يعد البريلافمون هذا فور كالكولي لو غاز او نيفو دو سون باش يشوف كميه الغاز او نيفو دو سون هذا جينيرالمون يعدو رينيماتور ولا يعدو بنيمولوج جينيرالمون يطلبوهم كي يكونوا المرضى في العناية المركزة ولا مريض عنده ان بروبليم ان باثولوجي كبيرة ريسبيراتوار يطلبوا عليه الاناليز هذا نتاع لو غاز بريمون سونغا بار لارتير راديال ولا ايميرال ولا فيميرال ويعدو بور فوار لي غاز او نيفو دو سون اما الوريد اي انفيرمي يقدر ينحي يسحب الدم عن طريق الوريد بالطبع افيك ان بريسكريبسيون ميديكال بين اوردونونس يكتبها الميديسان يكتب له اسكابانيس فورميل نيميراسيون سانغان ولا في اس ولا تي بي ولا تي جي تي جي بي ولا سا ديبون بيلون هيباتيك ولا رينال ولا سا ديبون لي بيلون يسر il demande le médecin l'infirmi il doit préparer Le tube, il doit préparer le malade, il doit préparer le matériel. Il y a le prélèvement en tariq al-warid, c'est le vin. Quel est le capillaire sanguin? Le capillaire sanguin, c'est un rhizome, c'est qui filme les artères ou les veines. Ce sont des petits rguègues, chouaïrats d'amaouïa. Généralement, les diabétiques,
اللي جبتي الكوميتر الحين يعدوا في البيلب دو دوا هنا افيك الجليكوميتر يكالكيلو السكر كميه السكر في او نيفو دو سون في الدم ولا ساعه ساعه ثانيه في اللابوراتوار يعدوا لها تي اس تي سي في لا بيلب في اللوب دوري هنا في اللوب دوري يعدوا لنا تي اس تي سي وهو تي تو دو سينيمون و تو دو كواغولاسيون هذوما لو تروا شرايين وهو نلقوه مادام معمر بالاكسجين نلقوه دم احمر ناعم يعني خفيف واحمر اما الوريد نلقوه سي دو سون فونسي دم احمر وغامق هذه هي لا ديفيرونس اونتر لو دو الشرايين اون كا دو سينيمون راه ما يحبش اون كا يغلط الانفيرمي توشي لارتير باش ينحي الدم راه الدم ما يحبش في الحاله هذه اون كا يغلط يتوشي ان ارتير لازم يحط de coton sec ou la compresse compressive ana ou il doit aller à une bande et à de la compressive pendant une demi-heure ou la cada pour arrêter le saignement خاطر الدم راه ما يحبش كي يتمس لارتير اما الوريد حتى كي يجري الدم يجري شويه الدم ويحبس كيف كيف حتى ونعدلو له ان بتي كوتون و كابيلير سانغان ثانا الفاسيني يجري شويه الدم ثانا ويحبس هذوما لي تروا voie charaïen ou les artères, le wérid ou la chouara d'amouille. Chouara d'amouille, on a le capillaire sanguin, même le malade, il y a des gens qui ont exemple diabétique, les veines ou le wérid, c'est l'infirmier ou le médecin qui a des prélèvements sanguin ou la sahbe d'am. L'artère charaïen, le médecin seul qui peut faire cet acte, surtout il y a des réanimateurs ou le pneumologue. Donc, الدرس تاع اليوم نتمنوا راكم فهمتوا الفرق ما بين لارتير والفين والكابيلير ان شاء الله مستقبلا راهين نعدو براتيك ثانا ونزيدو نعطيو لكم اكثر نتمنوا راكم فهمتوا الدرس لا تنسونا بجام واقتراحاتكم والمشاركه ونشكروا الاشخاص والناس اللي راهم يدعموا في هذه القناه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته